كما قلت مواجهة بتكون صعيبة، ديربي مغاربي. تصور العامل الأول هو باش يحكم في الميدان هو العامل الذهني، بدنيا تصور شو معناها اللاعبين مش حاضرين. ما شاء الله كما شفتوا لعبنا ماتش عليه روتور ضد مازيمبي، معناها من أحلى الديرات. تصور أصحابي نشكر المساعدة الأداء اللي قدموه حاضرين سورتو البلون. إن شاء الله التركيز توا باش يكون بدنيا، اللي باش يكون أكثر مركز. نتصور بمباريات هذوما يتلعبوا على جزئيات قصيرة، معناها على التركيز أكثر منه باش يكون جهد. إن شاء الله نكونوا حاضرين إحنا كما يلزم. عندنا الشوط هنا لازمنا يعني نكونوا حاضرين، سورتو معناها نيفو ريزولتا نحاولوا باش نكونوا إيجابيين هنا. نعطيو كل منافس حقه وإن شاء الله نكونوا على أتم استعداد. السلام عليكم ورحمة كل شيء، مرحبا بكم. صحيح كما قال الكوتش ضغط وجيز باش نحضر في المباراة، تولي اللاعبين الكل على شد تركيز المباراة هذيا، ديربي مغاربي مش غراب على بعضنا. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين ذهنيا وبدنيا كما يلزم. فما شوط أول شي تلعب في المغرب، زادا كذلك فما شوط ثاني في تونس. نكونوا حاضرين على جميع الوجهات إن شاء الله وربي يوفقنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.